السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن. اغتال مسلحون مجهولون مدير مدرسة أهلية في العاصمة المؤقتة عدن. مصادر محلية قالت إن مدير مدرسة البنيان الأهلية رمزي الزغير اغتيل برصاص مسلحين مجهولين أثناء خروجه من المدرسة في مديرية المنصورة. من جانب آخر، اعتقلت قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات أحد ناشطي الحراك الجنوبي بعد قيامه بنشر تغريدات انتقدت الوجود الإماراتي في عدن. وفي السياق ذاته شهدت مديرية كريتر مسيرة احتجاجية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والوجود الإماراتي في العاصمة المؤقتة. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: مستقبل الوضع الأمني في عدن في ظل استمرار الاغتيالات بالمدينة، ودور الحكومة والتحالف السعودي الإماراتي في الحد من الاختلالات الأمنية في العاصمة المؤقتة. نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. يستمر نزيف الدم في عدن، وتستمر معه الأسئلة حول مستقبل العاصمة المؤقتة وجدوى الأجهزة الأمنية المتعددة على الأرض. فمنذ تحرير المدينة في يوليو 2015 يواصل القاتل المجهول حصد ضحايا من مسؤولين عسكريين وأمنيين إلى دعاة وخطباء مساجد وتربويين. آخر حوادث الاغتيال استهدفت مدير مدرسة البنيان الأهلية رمزي محمد الصغير في مديرية المنصورة، وذلك بعد نحو عام من اغتيال مديرها السابق فهد اليونسي، كما تأتي الحادثة بعد 5 أيام من اغتيال مدير مدرسة أخرى في حي التقنية محمد الدعوسي. ليس معروفا ما الذي يريده القتلة من استهداف الدعاة والتربويين وقادة الرأي والمصلحين الاجتماعيين في هذه المدينة المسالمة، وإلى أي مدى ستبقى عدن رهينة الموت المتجول على هيئة مسلحين منفلتين وعصابات إرهابية. الشاهد أن عدن تعيش انفلاتا أمنيا بالغ الخطورة تسبب في إزهاق أرواح كثيرين من أبناء المدينة في ظل غياب فعلي لدور قوات الأمن الحكومية. تقول الوقائع أن قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات هي المتحكمة بملف الأمن في المدينة، وإن وزارة الداخلية عجزت عن دمجها والسيطرة على مصدر القرار فيها. ألمح إلى ذلك بيان القوى والأحزاب السياسية مؤخرا، والذي دعا مجددا وزارة الداخلية للقيام بواجبها في دمج الأجهزة الأمنية وتوحيد مصدر التوجيه فيها، كما دعا إلى حماية العاصمة المؤقتة من جميع وجوه الاختلالات وسائر الأعمال العدوانية والتعسفية التي تمارسها بعض الجهات ضد مواطنين خارج إطار الدستور والقانون. تتجاهل قوات الحزام الأمني المتحكمة بأمن عدن كل مرة ضبط القتلة المتجولين في المدينة، وتبحث عن منتقديها ومنتقدي الوجود الإماراتي من الناشطين لاعتقالهم، بالإضافة إلى قمع المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية. 3 سنوات من تحرير عدن لم تكفي لاستتباب الأمن فيها وتطبيع الحياة كنموذج للمدن المحررة، فهل ستنجح الحكومة برغم كل ذلك في هزيمة التحديات التي تواجهها وتحقيق الأمن في عاصمتها المؤقتة؟ إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي علي الفقيه. سيد علي، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد علي. إذن اغتيالات مستمرة في العاصمة المؤقتة عدن، برأيك من المستهدف في حملة الاغتيالات الحاصلة، ومن المسؤول من وجهة نظرك؟ الحكومة اليمنية تتحمل المسؤولية القانونية السورية عما يجري داخل مدينة عدن، ولا يعفيها ذلك أي عذر ما لم يصدر عنها بيان يوضح ما الذي يحدث بالضبط في عدن، وأين تقف الحكومة من الأحداث الخطيرة التي تشهدها المدينة والتدهور الأمني المريع، حيث باتت مصيدة لشخصيات من تربويين ودعاة وخطباء ومقاومين سابقين ممن لا يرغب فيهم الحكام أو المتحكمون الجدد بالمدينة، وهو أمر خطير ينذر بتحويل المدينة إلى مدينة أشباح بعد أن عجزت أن تكون عاصمة مؤقتة حقيقية تمكن الحكومة من خلالها
أن تدير شؤون البلد وأن ترتب وضع اليمن وأن تقدم نموذج محترم للمدن المحررة، وبالتالي هروب الحكومة إلى خارج البلد طوال الفترة الماضية يحملها المسؤولية أكثر مما يعفيها، لأنه ليس أن تقدم مبررا لنفسك بأنك غير قادر على العودة، وأنت لم ترفع صوتك في وجه من يعيقونك من العودة والاستمرار والاستقرار داخل المدينة لتكون حكومة حقيقية قادرة على عمل شيء للناس. لأنه الذي يحدث الآن أن هناك جميع مسلحة، تشكيلات مسلحة، هي في الصورة تبدو أنها رسمية لكنها في الحقيقة غير رسمية، لديها إمكانات هائلة، لديها دعم قوي، هي التي تتحكم في المدينة وهي التي تراقب وتشاهد هذه الاغتيالات دون أن تقوم بواجبها في ضبط الأمن. في أي بلد في العالم وجدت وفي أي زمن وجدت أجهزة الأمن والمؤسسات والوحدات الأمنية لتضبط الأمن، لا لتتابع عمليات الاغتيال وتحصيها في كأرقام. هذا معناه مشاركة حقيقية وفعلية في تلك الجرائم، ما لم تقم تلك الجهات بمتابعة المتورطين والتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المتهمين للجهات القضائية. نعم، إذن ابقى معي سيد علي، أشرك معنا في الحديث أيضا المحلل السياسي سينضم إلينا من عدن السيد عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب مساء الخير. مساء النور، اهلا شادي. اهلا بك سيد عبد الرقيب. يعني اغتيالات مستمره في العاصمه المؤقته، ما هو مستقبل هذه المدينه في ظل هذا الانفلات الامني والاغتيالات المستمره؟ التحيه لك اولا ولمشاهدي القناه ولضيفك الاستاذ علي الفقيه. اهلا بك. عدن تغرق في الفوضى، عدن تغرق في الدم، عدن خذلت من الجميع سواء سلطات محلية أو حكومة شرعية أو رئاسة أو حتى التحالف. نعم. اليوم عدن تذبح من الوريد إلى الوريد 3.5 سنوات وهي تنزف القتل على مدار الساعة، عملية اغتيال، حتى أجهزة الأمن المسؤولة يعني هنا لا تقوم حتى بالإجراءات العادية، إجراءات البحث والتحقيق في كل الجرائم، تمر الجريمة تلو الجريمة، الاغتيال تلو الاغتيال، ومع ذلك لا نرى أي دور في هذه الأجهزة. تجري هذه الأعمال الاغتيالات بشكل مكثف وفي أوقات متقاربة، شهود العيان يرون القتلة يتحركون بالسيارة في شوارع عدن الصغيرة المحكمة الإغلاق. بالتالي ما كان لهذه الجرائم أن تحدث إلا بغطاء من قبل هذه الأجهزة المتواجدة على الأرض. هناك لغة تحريض واضحة من قبل مسؤولين انفصاليين في المجلس الانتقالي. هاني بومبريك سبق وأن دشن حملة تحريض ضد خطباء المساجد، ثم رأينا بعد ذلك سلسلة من الأعمال الاغتيالات. يعني هل يعد هؤلاء مسؤولين عن 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 هذه العمليات التي تحدث اليوم يعني نتيجة التحريض؟ بكل تأكيد، لو أن هناك دولة، لو أن هناك جهات مسؤولة يعني ستحقق مع هؤلاء. هاني بومبريك حرض ضد خطباء المساجد ورأينا سلسلة من أعمال الاغتيالات. نعم. وكل الذين جرى اغتيالهم جرى استبدالهم من تيار هاني بومبريك. اليوم يدشن عملية تحرير جديدة ضد الإصلاح وضد بعض الأطراف التي هي رافضة لمشروع الانفصال والموالية للحكومة الشرعية وهي سيارات وطنية. اليوم نرى أعمال الاغتيالات تطال ثاني مدير مدرسة خلال أسبوع. هناك عصيان مدني يدعو إليه المجلس الانتقالي وهو عصيان قروي بالقوة، يمنع الطلاب من الذهاب إلى المدارس، يمنع المدارس من أن تفتح أبوابها، ومن يرفض كمدير المدرسة اليوم يجري اغتياله. إذن أدوات الجريمة واضحة، أدوات التحريض واضحة، أدوات القتل بينة لا لبس فيها، ولكن لا توجد حكومة، لا توجد أجهزة وطنية مسؤولة عن الأمن والاستقرار، ولذلك هذه الأدوات وهذه الأجهزة هي جزء من الجريمة ومن ما يجري من تدمير
في عدن. عدن اليوم مكشوفة بلا ظهر، بلا نصير، بلا سند، يجري ذبح أبنائها. عدن ترتجف اليوم. الصحفيين الناشطين يشعرون بالرعب. هناك صحفي اسمه أكرم البجيري نعى نفسه بالأمس، يعني كتب وصيته وينتظر الموت في أي وقت. عدن تعاني من خوف حقيقي، وهناك صمت وتواطؤ من قبل الحكومة الشرعية، من قبل التحالف، من قبل الأطراف المسؤولة. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الرقيب. أعود بالسؤال لضيفي الآخر من اسطنبول المحلل السياسي علي الفقيه. يعني سيد علي، إذا ما نظرنا لهذه الاغتيالات، يعني هل تستهدف كل من له تأثير في العاصمة المؤقتة عدن، أم أنه تأتي عملية الاغتيالات في إطار تصفية لحزب معين أو فصيل معين في المحافظات الجنوبية وفي العاصمة المؤقتة على وجه التحديد؟ أعتقد أنه منذ عملية الاغتيال الأولى للمحافظ الأسبق جعفر محمد سعد، كانت الاغتيالات موجهة نحو كل أصحاب الحضور والتأثير والذين يحظون بقبول في أوساط المجتمع العدني، حتى يخلو الجو للمتحكمين الجدد ليمرروا أجنداتهم وليسيطروا على مفاصل المدينة. بالإضافة إلى أن هناك تركيز آخر يستهدف السلفيين والسلفيين الذين يعني هم على خلاف أساسا مع الإمارات، وأيضا الإصلاحيين على اعتبار أنهم يعني حدثت عدد من العمليات. لو جينا الإحصائيات لوجدنا أن الرقم الأكبر من عمليات الاغتيال استهدف خطباء وأئمة جوامع إصلاحيين وسلفيين، وبالتالي هم القوتين الأكثر تعرضا للاغتيالات في المدينة. نعم، يعني هذا في فترة الشهيد جعفر وما بعد، لكن في المرحلة الحالية، يعني هناك يعني لو نظرنا إلى عدد من الحالات الأخيرة، ربما يتبين الوضع أن الاستهداف يعني موجه في سياق معين. هو كما قلت لك أنه الإصلاحيين والسلفيين تلقوا يعني تعرضوا لأكثر عدد من عمليات الاغتيال، وكانوا وبدوا للجميع من خلال المتابعة أنهم الهدف الأول والرئيسي لعصابة الاغتيالات المنظمة التي تقوم بهذا العمل في عدن منذ أكثر من عامين. بالإضافة إلى أنهم أيضا بين الحين والآخر نلاحظ أنهم يركزون على الذين كان لهم حضور قوي في عمليات مقاومة الحوثيين خلال عام 2015، والذين استطاعوا أن يحشدوا الناس حولهم وأن يقودوا مجاميع الشباب لمواجهة الحوثيين في تلك الفترة. وبالتالي وكأن هناك مخطط لإخلاء المدينة من كل أصحاب النفوذ والحضور والتأثير حتى خلال فترة مقاومة الحوثيين في 2015، ليخلوا الجو للمسلحين الذين هبطوا إلى مدينة عدن من الجبال بعد ذلك وأمسكوا بخناقها تماما، ليكونوا هم المتحكمين الوحيدين في المدينة ولا ينازعهم. نعم، طيب ما الذي يبرر أو ما يبرر صمت التحالف والحكومة اليمنية إزاء كل ما يحدث في هذه المدينة؟ الحكومة اليمنية يعني تبدو في حالة عجز ويعني ضعف شديد، لدرجة أنها غير قادرة على العودة إلى عدن وغير قادرة على حماية نفسها. وحتى نكون صريحين أكثر، ولا علاقة لذلك بمناكفات ولا بالصراع الخليجي، نحن نقول ونؤكد أكثر من مرة أن عدن وما حولها هي في عهدة القوات الإماراتية الموجودة هناك، وهي التي تتحمل المسؤولية عن ضبط الأوضاع في المدينة، لأنها في الأساس هي التي أنشأت وهي التي سلحت وهي التي دربت وهي التي تمول التشكيلات المسلحة هناك، وفي مقدمتها التشكيلات المعنية بحفظ الأمن في المدينة، وهي التي توجه لها التوجيهات. لأنه الآن بعد مرور حوالي عام من استقالة المحافظ السابق عبد العزيز المصلحي، بدأ الرئيس هادي عاجز عجز كلي عن تعيين محافظ للمدينة، وكذلك يعجزون عن تغيير مدير أمن عدن شلال شايع، لأنه أصبح شخصية نافذة أكثر من كونه ضابط شرطة يؤدي مهمات في الجهاز الحكومي، وأصبح يعني قائد تشكيلات مسلحة يتلقى الدعم والتوجيه والتمويل والتسليح والتدريب من الإمارات، وبالتالي الإمارات وأذرعها الأمنية والتشكيلات المسلحة في عدن هي المسؤول الأول
عن حالة ضبط الأمن في عدن وتقاسمها في ذلك المسؤولية الحكومة الشرعية ما لم تخلي مسؤوليتها، وتقول بصريح العبارة أنها أصبحت خارج اللعبة وأنها حكومة ديكورية لا حضور لها. للأسف الشديد هذا هو ما يتأكد كل يوم من خلال عجز الحكومة على الاستقرار في مدينة عدن، وأيضا عدم قدرة الرئيس هادي إلى العودة. حتى وزير الداخلية الذي هو لا يزال صامد وموجود داخل مدينة عدن يدير يومياته كشيخ قبلي أو كنافذ، مستقويا بحضوره يعني القبلي وبمسلحيه، ولا يستطيع أن يمارس مهامه كوزير داخلية. ولا أظن أنه يوجه مدير أمن عدن أو يستطيع أن يحاسبه. نعم، إذن أشكرك جزيلا سيد علي الفقيه محلل سياسي، كنت معنا من اسطنبول. أعود لضيفي المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. يعني سيد عبد الرقيب، هل هناك ما يبرر يعني عدم قدرة الحكومة على ضبط الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا يعني تسويق لفكرة أن الحكومة لا تستطيع العودة، يعني لا يتحمل الشعب المسؤولية، يفترض أن الحكومة أن يعني تحدد موقف مما يدور؟ نعم أخي، الحكومة الشرعية بذمتها هي المستهدفة في كل ما يجري من عبث وفوضى وتقويض مؤسساتها، وحتى القتل والاغتيالات. إذا عدنا إلى الأسماء ونراجع مجمل العمليات، عمليات الاغتيال التي طالت قيادات عسكرية أمنية حزبية ناشطين أئمة مساجد، نجد أنهم إجمالاً ينتمون للحكومة الشرعية، موالون للحكومة الشرعية، وبالتالي المستهدف هنا هي الشرعية بمؤسساتها، برمزيتها، بقواها، بكوادرها، بثقلها الاجتماعي. نعم. بالتالي الحكومة الشرعية استسلمت لهذا الضعف ولهذا الواقع المختل الذي عبر عنه قبل أيام وزير النقل عندما طالب بإعادة تصحيح العلاقة بين الشرعية وبين التحالف. العلاقة غير سوية. نعم. التحالف صار طاردا للحكومة الشرعية، جاء التحالف لإعادة الحكومة الشرعية، لكن ما نراه اليوم في المناطق المحررة أنه يضرب الشرعية، ضربها في كل مواقعها، لم يعد لها وجود. رئيس الجمهورية خارج البلاد، الحكومة خارج البلاد، مؤسسات الدولة مقوضة. ما يدير المشهد اليوم هي سلطات موازية صنعتها الإمارات، كالحزام الأمني، كالنخب، كإدارة أمن عدن التي لا يستلم تعليماته لا من وزير الداخلية، وليس لوزير الداخلية سلطة عليه. حتى وزير الداخلية اليوم بعد زيارته الأخيرة إلى أبو ظبي، ها هو اليوم يقف موقف محايد، وكما ذكر الأخ علي يدير نشاطاته اليومية كشيخ قبلي وليس كوزير داخلية. بالتالي الحكومة الشرعية قبلت هذا العجز وتأقلمت مع هذا العجز، وهو تصرف شاذ ما كان ينبغي لها. كان ينبغي عليها أن تخرج وأن تحاول أن تغير هذا الواقع، وأن لا تبقى غطاء لكل هذه الأعمال ولكل هذا القتل ولكل هذه الفوضى التي تجري في العاصمة المؤقتة عدن وفي المناطق. يعني نفهم سيد عبد الرقيب، أن الحكومة الشرعية لم تعد تتواجد في هذه المناطق سوى كاسم، ولا تمتلك أي خيارات ولا تمتلك أي تأثير لضبط الوضع في هذه المناطق. بكل تأكيد الحكومة عاجزة، لا تستطيع أن تعمل شيئا، لكن بيديها الشرعية. هي اليوم بصمتها، بتخاذلها، بسكوتها يعني تضفي الغطاء القانوني والسياسي على كل ما يجري على الأرض. شلال شائع وهو مدير أمن عدن وهو يمثل غطاء لكل هذه الأعمال الإجرامية والقتل في عدن. لن يحقق، لن يقدم اليوم يعني قاتلا واحدا، لن يقدم متهما واحدا حتى اليوم إلى التحقيق. هذا معين بقرار جمهوري من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي. بقاء شلال شائع بمنصبه هو سند سياسي من الرئيس هادي وغطاء سياسي لهذه الجرائم. صمت الحكومة، صمت الرئيس هو غطاء سياسي لكل ما يجري. بالتالي على الرئاسة وعلى الحكومة أن تخرج عن صمتها، أن تخاطب شعبها،
وان تقول يعني لديها خيار، لديها خيارات ولديها بدائل ولكنها لم تستخدمها. نعم هناك بدائل كثيرة في يديها الشرعية، الشرعية هي أنظى سلاح وأقوى ورقة، ولكنها لم تستخدمها، لم تستخدمها حتى اليوم. نعم ترى الواقع المختل والقتل والاغتيالات والتدمير وتقويض المؤسسات وضرب كوادر الشرعية وتدمير المحافظات المحررة، ومع ذلك يقف مسؤولونا ويقتطف حكومتنا ويقف رئيسنا صامتا عاجزا، وهذه مأساة مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت. نعم، بالنسبة للتحالف العربي هل يعني نستطيع القول أنه يعني متكيف أو يعني راضي بهذا الواقع الحاصل في العاصمة المؤقتة التي حررت منذ أكثر من سنتين إلى 3 سنوات ولا يزال الوضع منفلت حتى اللحظة؟ 3 سنوات ومن يدير المشهد في عدن هي الإمارات. الإمارات هي الممسكة بكل الخيوط والملفات الموجودة في عدن. من يمارس القتل كبعض الأطراف هي موالية، من يمارس التحريض حتى التحريض الإعلامي عبر القنوات على الرسائل حتى مسؤولين إماراتيين، أنور قرقاش وهو يحرض على حزب الإصلاح يحرض من أبو ظبي، هاني بن بريك وهو يدعو إلى استئصال حزب الإصلاح يتحدث من أبو ظبي. بالتالي الإمارات طرف في كل ما يجري على الأرض، والمملكة العربية. طيب سيد عبد الرقيب، إذا كان للإمارات خصوم على الأرض وهناك يعني تصفيات معينة مع خصومها، ما ذنب شعب بأكمله في هذه المدن يعني يتجرع الويلات لا خدمات ووضع منفلت، يعني هل سيقبل بها الناس في ظل هذا الواقع؟ الناس عبروا عن غضبهم، خرجوا في احتجاجات، احرقوا صور محمد بن زايد، هتفوا ضد التحالف، هتفوا مره اخرى ضد الشرعيه. كان ينبغي ان تستخدم الشرعيه هذه الاحتجاجات كورقه بيدها وتتوجه الى التحالف، ولكن لم تستخدم هذه الاوراق. الناس فعلوا ما بايديهم، خرجوا في سقطرى، ما زالوا حتى اليوم في اعتصامات مفتوحه في المهره، امس مظاهره في عدن، كذلك في شبوه، ولكن الدور هو دور الدور السياسي، دور المسؤولين السياسيين. الشعب عمل ما عليه، ولكن اين دور من يلتقط الورقه الشعبيه ويتحرك بها ويضغط لدى قاعده التحالف المملكه العربيه السعوديه؟ ما يجري على الارض، ما يجري من تدمير في المناطق المحرره. اليمن اليوم كانت لديه مشكله هي التحالف، هي الانقلاب، اليوم نعاني من مشكلتين، صارت التحالف احدى المشاكل التي نعاني منها. اليوم مناطق محرره يعني تغرق في الفوضى وفي الاغتيال وفي القتل، ومناطق اخرى محتله لدى الميليشيات الحوثيه. اليمن بين مصيبتين، والوضع يعني كارثي، ونسال الله عز وجل ان يعني يطوع لهذا البلد من يخرجه. خذل البلد من الجميع، من الشرعيه ومن التحالف. هل سيخرج الشعب لينادي بمنقذ او بمنجد من المجتمع الدولي بعد ان خذله الجميع؟ لا ادري الى اين ستسير الامور. نعم، اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وفي ختام هذه الحلقة أشكر أيضا ضيفي كان معنا من اسطنبول المحلل السياسي علي الفقيه، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.